سعد الحريري: أنا أغرد إذا أنا موجود. منذ انتحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومعه تيار المستقبل من الحياة السياسية، غاب بشكل شبه كامل عن السمع وعن السلفي وعن الإعلام، وانحصر نشاطه بنشر تغريدات على حسابه تويتر يمكن إدراجها تحت ثلاثة عناوين كبرى: تهاني وتعازي، هاشتاج لن ننسى، أعيادنا الحلوة. تحت العنوان الأول يبدو جلياً متابعة زعيم السنة الأول في لبنان لمنجزات النادي الرياضي لبنانياً وأسيوياً ومواكبته لاستحقاقات منتخب الأرز لكرة السلة بعبارات بسيطة وصادقة ولكل إنجاز تهنئة. فمن غربته القصرية هنأ فرقة المياس ووصف راقصيها بأجمل الناس. مروحة التهاني واسعة من مبروك إعادة انتخاب أردوغان إلى مبروك انتخابات رابطة العائلات البيروتية. كما يرصد الرئيس الحريري أو أحد معاونيه الأيام العالمية فيغرد في اليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي اليوم العالمي للمرأة. وكأي نائب اجتماعي سابقا كان أو حاليا يقف الحريري إلى جانب ذوي الفقداء الأعزاء ولو افتراضيا، لا يفوته شيء من اللياقة الاجتماعية. ضمن العنوان الثاني يندرج استذكار الشيخ سعد لرفاقه شهداء 14 من أذار، لكن هل يكفي استذكارهم دون أي جهد أو ضغط لكشف هوية قاتليهم وسوقهم إلى العدالة؟ وما يظهر في باقة التغريدات المندرجة تحت العنوان الثالث أن الحريري حريص أشد الحرص على تهنئة المسلمين والمسيحيين في أعيادهم. وهناك طبعا الأعياد الوطنية يستذكرها الرئيس الحريري، وتشمل تغريدات شيخنا الفتى بيانات تكذيب يصدرها مكتبه الإعلامي وأخبار مقتضبة عن لقاءاته مع قياصرة وأباطرة كرجب طيب أردوغان واللواء عباس إبراهيم وغيرهما. 1,900,000 متابع على صفحة الرئيس الحريري على تويتر اكتووا بالشوق لمعرفة أخباره. وإيش مسوى بأبو ظبي؟ كيف تصير أعماله واستثماراته؟ 1,900,000 متابع مهتمون بمعرفة رأيه كمسؤول سابق بأغنية شمس الغني الجديدة. وما ينقص 1,900,000 متابع وما ينغض أيامهم أنهم يتوقعون صباح كل يوم أن يقرأوا Good Morning Lovers. على هذا الأمل نعيش.